an imaging of the thyroid and parathyroid gland, where نزيد ممكن نقول بس ان معظم الثايرويد ليجنز ما بتتشخصش بالاشعه. والباراثايرويد ليجنز مش محتاجه اشعه. يعني الباراثايرويد بيتشخص بالكلينيكال والثايرويد بيتشخص بالبيوبسي. طب انت بقى دورك ايه في القضيه ديت اللي هو وماس وطلع وراح وجه وشمال يمين معرفش ايه في الاخر خالص في الاخر خالص In most of the cases, you will not reach in the pathology إلا عن طريق البيوبس. لازم تبقى عارف حدود الموقف بتاع الحته اللي احنا هنشتغل فيها دلوقتي. عاوز اتكلم في الاناتومي، الاناتومي ما فيهوش حاجه خالص. جبنا سيره الليمبر ثايرويد قبل كده اللي هي الاكتوبيك وبعدين شويه انفكشنز تقريبا اتكلمنا عليهم في الاندماج انفكشن وبعدين الاكسسس والجويتر والكانسر والليمفوما والميتاستاسيس مفيش حته في الهيدا الدماغ ما بيجيش فيها ميتاستاسيس ودايما الثلاثه ماشيين ورا بعض زي ما انا قلت لك كارسينوما ليمفوما ميتاستاسيس ورا بعض في اي مكان تمشي فيه في اللارنكس نفس الحكايه كارسينوما ليمفوما ميتاستاسيس في الاوروفارنكس نفس الحكايه الليزوفارنكس نفس الحكايه كلهم زي بعض عندنا في الانفكشن تقريبا اللي اتكلمنا عليهم ما عدا الريجلز ثايرويدايتس اتكلمنا على البايوجينيك ثايرويدايتس وهنتكلم على الجيموتو بعد شويه والريجلز. الاناتومي بتاع الثايرويد ان هي الكونيكال شيب ستراكشر بيبتدي من اول الثايرويد كارتريج وينتهي عند خامس او سادس تراكيب رين مش مشكله الحكايه ديت اللوب طوله 5 سم عرضه 3 سم تخنه حوالي 2 سم البلاد سبلاي بتاعه بيجي له من الثايرويد ارتري اللي هو برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري والحته اللي من تحت بيجي لها بلاد سبلاي من الثايرو سيرفايكال ترانك اللي هي برانش من السبكليبينو بغض النظر عن الموضوع دوت هو قلت لك ان الثايرويد اصلا المنشا بتاعها من عند البيز اوف ذا تام عند فوريبن اسمه ذا فوريبن سيكم وبعدين بتنزل على مسار معين اسمه ذا سيروجلوسال داكت وسيروجلوسال داكت بتنزل من اول البيز اوف ذا تام لحد المكان اللي بتقف فيه الثايرويد بيحصل في بعض الاحيان ان الثايرويد لما تطلع تقف في مكانها وفي الوقت دوت هتبقى عباره عن ماس presenting the oropharynx عند البيز اوف ذا تانك عندها معظم المواصفات بتاعت الثايرويد ان هي هايبر دنسيتي المزود وانها هي الثايرويد الوحيده في الجسم ولو نزلت تحت في المكان اللي المفروض يكون فيه ثايرويد في 70% من الناس ما بيكونش لكن في 30% من الناس ممكن يكون في ثايرويد فوق وريمنتس اوف ثايرويد المشكله زي ما انا قلت لك برضه قبل كده لو انت الثايرويد ديت هي الوحيده وانت شخصتها اوروفرينجال كارسينوما طبقا للقواعد المعهوده وجي حد وراح شايلها خلاص على كده يبقى كل الثايرويد تيشو اللي عند المريض خلاص بقى مش شايل الثايرويد اكثر مكان بتطلع فيه غير مكانها الطبيعي هو البيز اوف ذا لكن مفيش مانع ان هي تقف في اي حته من الحتت دي عند المسار بتاع الثايروجلوسال ده طبعا كذا طريقه بنعرف بيها الثايرويد نمره واحد هايبر دنسيتي في المزاود نمره اثنين ماركت انهانسمنت لما تحت سبب نمره ثلاثه انك انت لو عملت ثايرويد سكان او ايودين سكان بتلاقي سيجنيفيكانت ابتيك في الليجن دوت وما بتلاقيش ابتيك ان ذا ليجن اوف ذا نورمال ثايرويد يبقى ذا ليجن از يوجوالي هايبر دنس في الريزلت كنترول ما فيش ولا تيومر في الفالنس بيعمل كده ولو حمته سافرت بيبقى الانهانسمنت مريع فيه بيبقى سيجنيفيكانت الانهانسمنت دي بعد كده للثايرويدايتس وانا قلت لك ان الثايرويد هو مستقر الايودين في الجسم
والايودين اصلا هو اللي بيستخدم از ديسانفكتنت في العمليات وفي التعقيم وفي الجراحه في كل مكان. فمعنى كده ان الثيرويد ريزيستنت انها يحصل فيها انفكشن، نادر لما يحصل فيها كده، لكن ممكن البكتيريا توصل لها عن طريق البلود ستريم، ممكن عن طريق الانفكشن في الحته اللي حواليها يؤدي الى ثيرويد انفلاميشن. لو حصل انفلاميشن ان الثيرويد جلاند بيبقى واضح، الرقبه حمراء وسمولين والكلام ده كله. في نفس الوقت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تبقى الثيرويد ديفيوزلي انفولفد، يا اما يكون في فوكال اريا اوف ثيرويدايتس ويحصل فيها بريك داون وتتحول الى قره. زي ما انا قلت لك ان الثيرويد از فيري ريزيستنت للانفكشن علشان هي مستقر الايودين في الجسم وعندها كميه ضخمه جدا من الايودين. الانفكشن بيبقى 1 في 1000 تقريبا الى 7 في 1000، وموست اوف ذا الكيسز بتبقى في الاطفال بسبب حاجه معينه كنت انا قلتها لك برضه في هيد اند نيك انفكشن اللي هي الفيستولا اللي ما بين البايروفورم ساينس و الثيرويد جلاند سبيشال على الناحيه الشمال، ودي اللي بتنزل الانفكشن تو ذا ثيرويد. بعض الحاجات ممكن بتديسبوز للانفكشن زي الهاشيموتو ثيرويدايتس اللي هي الاوتو اميون تايب اوف ثيرويدايتس، ودوت ليه علاقه بالاميونتي زي ما هنتكلم بعد. ده اللي انا قلت لك عليه اللي هو اسمه بايريفورم ساينس فيستولا. ده البايريفورم ساينس اللي لسه شايفينه في المحاضره اللي فاتت، ده البانيكيولا، وده البايريفورم في بعض الاحيان بيكون في فيستولا من البايريفورم ساينس الشمال بالذات توصل الى مكان الثيرويد جلاند، والفيستولا دي تقريبا هي اللي بتصبغها وتوصل الى المكان اللي فيه الثيرويد، وبتوصل البكتيريا للحته دي فتعمل زي انفكشن او ابسس في هذا المكان. الفيستولا از اولموست اولويز ليفت سايدد، يعني مش مستحيل لكن هي معظم الحاجات على الناحيه الشمال، وهي واحد من البرانكيال انوميز. البرانكيال كليفتس هنتكلم عليهم في المحاضره اللي جايه اللي هي بتاعت يوم الثلاث. يوم الثلاث قلنا في اوربت وفي ماكسيلو فيشن وفي لما كده. اللما ديت هي بقى اللي فيها البرانكيال كليفتس وفيها بقيه الحاجات الثانيه بتاعه اللي هي النك. لو حصل انفكشن غالبا، يعني لو انت دورت على ثيرويد انفكشن على الانترنت هتلاقي معظمهم كلهم عيال صغيرين ومعظمهم على الناحيه الشمال بسبب اللي انا قلت لك عليه ده، الفيستولا اللي هي ما بين البايروفورم ساينس على الليفت ثيرويد لوب. فهتلاقي ان الثيرويد بقت كبيره وبقت انتروجنسلي انهانسد او مارجنالي انهانسد، اللي هو بيقول لك ان في ان هو زي خراج كده موجود في الثيرويد. في بعض الاحيان ممكن الثيرويد نفسها ما يكونش فيها انفكشن، لكن حوالين الثيرويد يكون في انفكشن، وانفكشن جاي من الدانس، جاي من الفانكس، جاي من اي حته، او جاي باي بلاد ستريم. دوت اسمه بيري ثيرويدايتس. انت عندك ثيرويدايتس وعندك بيري ثيرويدايتس. لو لقيت بقى خراج بمعنى الكلمه اللي هو marginally enhancing cystic region in one of the thyroid lobes ومعاه الساينز اوف انفكشن زي مثلا الفيبر والكلام ده كله، فانت ساعتها بتبقى عارف ان this is a thyroid abscess. وخلي بالك ان الطريقه المعهوده جدا والصح جدا والمنتشره جدا في جميع انحاء العالم التعامل مع الثيرويد عن طريق الالتراساوند. يعني معظم الحاجات الثيرويد بتتحل بالسونار والالتراساوند جايدد، سواء فاين نيدل اسبيريشن او كور بايوبسي او دريدج او حاجه زي كده. فاحنا يوجوالي يعني ما بنحبش الناس اللي بتشتغل في الانترفنشن ما بنحبش نشتغل الثيرويد خالص بالستين. نقول روح بتاع الالترا ساوند سهل جدا
مفيش تحضير، مفيش اي حاجه خالص، مفيش سبعه، مفيش كله، تدخل الابره، تحط الجروب، تاخد اللينك عاوزه. كل حاجه الثيرويد تبع الستات ما عدا الهاشيموتو، الهاشيموتو هو الوحيد تبع الرجال. الرجاله 7 أضعاف الستات في الهاشيموتو ثيرويدايتس اللي هي الاوتوميون ديزيز. ايه اللي بيحصل؟ ان الثيرويد بتبقى كبيره. كل الديزيزز اللي في الثيرويد بتكبرها. الكوارتر والكارسينوما والليمفوما ومش عارف مين، كل الحاجات بتعمل كده. فانت من فين هيجي لك ان ديت هاشيموتو ثيرويدايتس؟ في طبعا ساينز بسيطه جدا في الالترا ساوند والدوبلر، لكن في الاخر خالص ما عندكش غير انك انت تاخد سامبل عشان تعرف. ثايرويد انوجمي غالبا بتكون ديفيوز، غالبا بتكون سيمتريك، بس ممكن تكون اي سيمتريك. الشخص دوت عمال يتخن يتخن وبيبقى ايزلي تايرد، عينيه منفخه وهو مسفر حبتين. ديت بعض العلامات بتاعه الهاشيموتو، لكن في الاشعه بتلاقي ثايرويد جلاند از ديفيوز. انت عندك 3 حاجات بيكبروا الثايرويد ديفيوز. اول واحد فيهم الليمفوما، وثاني واحد فيهم الجويتر. الجويتر خليه في الاول عشان هو اخطر واحد. النوبيرال جويتر والليمفوما، وده واللي هو الهاشيموتو ثايرويداتس او الاوتو اميون ثايرويداتس. ده الكلام اللي بيتقال عليها في الالترا ساوند، ان هو ديفيوز انلارجمنت اوف ذا جلاند، وممكن يكون فيها زي النوبيولز كده، وممكن يكون فيها الكلمه دي فاين لينير ايكوز علشان الفايبروز، يعني في ما بين النوبيولز وبعضها حاجات مبيضيه شويه بتيجي في الفايبروز. ولو عملت لها دوبلر بتلاقي فيها فاسكولاريتي. وده المنظر بتاع الهاشيموتو، ما يفرقش خالص بتاتا من الليمفوم. الليمفوم هتعمل كده بالظبط، تخلي الثايرويد جلاند كبيره ديفيوزلي انهانسنج، ما تقدرش تفرقها من الثاني. النوبيرا جوايتر قول اهو بيبقى فيه شويه كولويد وبيوز السوداء وشويه كالسيفيكيشن وشويه حاجات زي كده، لكن لو ما كانش فيه هيدي نفس الايه؟ نفس المنظر بتاعه. This is the ultrasound features بتاعة الهاشيموتو ثايرويدايتس. نمرة 1 diffuse enlargement of the gland with heterogeneous texture. Micronodules اللي هي من 1 لـ6 ملي، اللي هو لو انت برقت كده شوية تلاقي اقلام سخيفة سودة. وبعدين linear echoes بتاعة الفايبروزس. ولو عملت دوبلر هتلاقي hypervascularity. وهذا النوع من الثايرويدايتس بيديسبوز للثايرويد، احد يعني الاسباب اللي بيديسبوز للثايرويد كارسينوما. ريدلز ثايرويدايتس واحد من الحاجات النادره الحدوث، ولكنه زي ما انا قلت لك كل حاجه في الثايرويد بتاعت الستات ما عدا الهاشيموتو بس. اللي بيحصل في الريدل ثايرويدايتس اكسسيف فايبروز. فلما الجلاند تبقى كلها فايبروز بتبقى زي الحجر كده، ستوني هارد ثايرويد جلاند. وبما ان هي دنس فايبروس تيشو، ففي الام ار بتبان سودا في جميع الصور، تي 1 اسود، تي 2 اسود، كل حاجه بتبان فيها سودا. طبعا المنظر ده ما بيحصلش في اي حد تاني، اللي هو ان الجلاند بتبقى سودا خالص، ساعات يكون فيها الكالسيفيكيشن وكده، لكن ولا الليمفوما بتعمل كده، ولا الثايرويدايتس الثانيه اللي هي الهاشيموتو، ولا اي حاجه. فالريدلز سهل قوي انها تتشخص بالام ار، لكن مش سهل قوي في السي تي، لان الفايبروزس في السي تي زي ما انت شايف كده هيبقى مبيض برضه، ولو حملتها سبعه هتاخد سبعه. لكن في الام ار الريدلز بتبقى سودا في التي 1 وسودا في التي 2. الحته السخيفه اللي قدام دي هي جزء من الثايرويد جلاند نوت انفولفد باي الفايبروز، يعني حته لسه صاحيه كده اهوت ما فيهاش. لما تحقن الريدلز ثايرويدايتس بيعمل هوموجينس انهارس. وده الابيرنس الثايرويد جلاند از ديفيوزلي انارجد، اسود في التي 1، اسود في التي 2. في الـ CT
ممكن يكون فيها هيتروجينس ماتريكس كاتيجوري. هتقول لي ما دوت ممكن كانه نوبيولر جوايتر، اقول لك النوبيولر جوايتر ما بيكونش سويت 52 يعني. نيجي بقى بعد كده للثايرويد نوبيولز، والنوبيولز اللي في الثايرويد لو كانت يونيلاترال سوليتري نوبيول 95% بتكون بناين و5% بس بتكون مالين. اما لو كانت الثايرويد كلها استفيوز لانلارجنج فدوت مش تبع الكارسينوم، لكن دوت واحد من ثلاثه، يا اما ثايرويدايتس بالذات الاوتوميون، يا اما لينفوما، يا اما جولد. هما دول الثلاثه اللي بيكبر الثايرويد ديفيوز. طب لو كانت يونيلاترال كره واحده بس، يا اما هايبر بلاستيك، يا اما كولاد نوبيول، يا اما سيست، يعني نوبيولار بوينتر بس واحده بس، مش واخد الجلاند كلها. الثايرويد سيست زي اي سيست تاني اللي هو شارب وول ديفاين مارجن بيكارتين وول، معرفش ايه، مفيش سيتيشن، مفيش كالسيفيكيشن، مفيش دوت سيمبل ثايرويد سيست. قليل قوي لما يكون الثايرويد عندها سيمبل سيست، لكن بيقولوا ان هو غالبا دي جنريشن ايه ادينوما. ايه الادينوما؟ اللي هي زي الكولويد نوديول كده. الكولويد نوديول حصل فيها سنترال ليكوفاكشن وتحولت الى سيست، بحيث لما انت تاخد منه اسبيريشن يطلع لك يعني الثايرويد كونتنتس بتاعه. في بعض الاحيان السيست دوت بيكون هايبر دنس لو حصل فيه نزيف، او لو كان البروتين كونتنت بتاعه مرتفع شويه. يبقى الثايرويد سيست عباره عن سيست ان ذا ثايرويد جلاند، ممكن يبقى كبير جدا، ممكن ينزف، يعني لو انت سحبت منه او بصيت عليه بالام ار ممكن تلاقيه بيبيض شويه. التشخيص بتاع اي نوبيول يعني طبعا افرض حد عنده ثايرويد نوبيول، اول حاجه بيعمل ايه؟ بيعمل ثايرويد سكان. لو رأى الثايرويد موديول ديت واخدة ابتيك خلاص بيطمن ان ديت هايبر بلاستيك موديول وبيسد. لكن لو كانت مش واخدة ابتيك اسمها كولد موديول فهي برضه لسه في احتمال تبقى اللي هي الهايبر بلاستيك موديول، وفي احتمال بقى انها تبقى كارسينوم. ده الوضع اللي احنا بنشتغل عليه. لو لقيت سيست في البتاع بتدخل ابره بالالترا ساوند تاخد شويه من الفلويد كونتنتس، ممكن تلاقي ثايرويد سيلز بتعرف ان هو سيست اوف ثايرويد اوريجين. ولو لقيت مالجنانت سيلز يبقى بتتخطر ان في سيستات بيطلع جواها ماسز بتكون سكندري تو كارسينوما زي ما هوري لك بعد شويه. And this is a cyst which is relatively hyperdense، يعني جواه internal hemorrhage. والهيمورج سهل ومعروف في السيستات اللي بتطلع في الثايرويد بجنب. كمان الثايرويد سيست ممكن يطلع جواه ماتس. وبعدين بيقول لك بقى انت من غير ما تشوف، بس هو ده الطريقه، انت تشوف الماس دي بالنسبه للسيست اقل من نصه ولا اكبر من نصه. لو كانت النوديول اقل من نصه يبقى الريسك اوف مالجنسي 20%، لو كانت النوديول اكتر من نصه العكس بقى. لو كانت النوديول اصغر من اكبر من نصه يبقى الريسك 20%، اقل من نصه يبقى الريسك حوالي 5%. طب انت في ريسك 1% خلاص هتعمل ايه؟ هتقعد بقى تقيس وتشوف نص ولا ثلاث ارباع ولا كام في الميه؟ على طول مفيش حاجه، مفيش هزار في الثايرويد. فانت انت ما بتعرفش، احنا بنقابل الحكايه دي كتير في الدكاتره. الدكاتره ما بتحبش خالص موضوع البيوبسي ولا الفرق ولا الحق الامه. الدكتور اول ما يشوف عيان ايده بتاكله، عاوز يفتح بالمشرط، عاوز، لكن لما هو يكون العيان ما بيحبش حد يلبس خالص. هي دي القضيه. فانت معظم الناس اللي بتريزيست الانترفنشن والبتاع بيكونوا غالبا من الدكاتره او الميديكال فيلد.
خلاصة القضية، أما تلاقي سيست في الثيرويد فأنت غالبا هتأسبريت، هتأسبريت نمرة واحد عشان تتأكد إن هو أوف ثيرويد أوريجن، نمرة اتنين عشان تشوف جواه مالجنانت سيلز ولا ما فيهوش. إذا كان جواه ماس بقى فأنت هتاخد البايوبسي، هتاخد البايوبسي عشان تكسكلود ذا بوسيبيليتي أوف ثيرويد كانسر. This is thyroid cyst. السيست ده هو زي اي سيست في الدنيا، لما سحبوا منه فلويد طلع براون فلويد، ما كانش فيه مالجنانت سيست. معنى كده ان الثايرويد سيست ممكن ما يبقى بنايت وممكن يكون جواه مالجنانت سيست. الهايداتد قلت لك الهايداتد في الهيدن زينك مش كتير، يعني ما هوش زي الهايداتد بتاع الليفر مثلا، لكن في بعض الاحيان طلع سيست كده. انت بقى جالك من فين ان ده هيداتد؟ ما تعرفش. ده سيست ان انت ثيرويد اسبريت بتاع ما اعرفش مين. لكن حصل ان هو ربشت. السيست ده بعد شويه مثلا عيان بتخبط في الرقبه وبتاع فانفجر. فلما انفجر وضح بقى ان هو هيداتد سيست، لان الاكتو سيست والاندو سيست بقوا سيبريت من بعض. فقدرت تشوف المنظر ده وعرفت ان دوت ايه هيداتد. لا لا، لو هو ربشرد يعني انفجر بره في الرقبه ده يعمل بقى بشكل جامد جدا انفلاميشن وكده. لكن الربشر دوت عباره عن ان الاندو انفصل من الاندو، مش هو طلع الفلويد بره. تمام. يبقى احنا قلنا ان الثايرويد ريجيون ممكن تكون سيستيك وممكن تكون صامت، وفي معظم الاحيان غالبا انت هتحتاج انك انت تعمل منها فاين نيدل اسبيريشن عشان تعمل. وقلنا ان موست اوف ذا ريفيوز ار توردز ذا بناين سايد، ان هي ممكن تكون ادينوما او ممكن تكون سيست او ممكن تكون فوكال ثايرويدكتس. الفوكال ثايرويدكتس هو البكتيري مش الاوتوميون، يعني انه بيجي على ناحيه ويعمل كوره وكده دوت البكتيريا اللي هو ممكن يعمل خراب. اما الاوتوميون بيكبر الثايرويد كلها، وممكن طبعا يكون كارسينوم. الانسيدنس او مالجنسي في السنجل نوديول حوالي 15% وفي المالتيبل نوديولز حوالي 6%. احنا دايما لما يكون في الثايرويد مالتيبل نوديولز بنبقى مطمنين ان دوت غالبا نوديول بوينت. لكن لما يكون في نوديول لوحدها بنبقى قلقانين لحسن تكون كارسينوم. فبيعملوا ثايرويد سكان، لو خدت ابتيك يبقى مش كارسينوم. لو ما خدتش ابتيك يبقى عليكوا على البايوبس. طيب. And this is a thyroid nodule على الناحية اليمين showing heterogeneous contrast in us. طبعا بجميع الوسائل المتاحة اللي انت تعرفها في الاشعه ما تقدرش تفرق الاثنين من بعض، ما تقدرش تقول دي بناين ولا مالين، ولا بالبيت سكان ولا بالام ار ولا بالسي تي ولا بالالترا ساوند ولا بلوبلر ولا 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 ولا. لازم تاخد منها بايوبس. طبعا في السونار في سجستد كرايتيريا للمالينسي زي ما هقول لك، وفي بس انت في الاخر خالص عاوز تبني قرار العلاج على solid facts، يعني لازم يكون عندك case pathology عشان تقول انا افتح واشيل، انا مش عارف استنى، انا I conserve، انا اطنش، كل الكلام ده. الجويتر اشهر واحد بيجي في الانترنت، وهو غالبا بيوصل الى احجام يعني فظيعه جدا. لكن مهم قوي في الريبورتس بتاعت الجويتر انك تقول في ريتروسترنال اكستنشن ولا لا، علشان الناس اللي هتشيل الجويتر لو سابت الحته اللي ورا الاسترنال بتكبر تاني وتعمل بقى يعني ماس. وفي الميديا ستاينر قلنا ان الثايرويد هي الحاجه الوحيده اللي بتزق التراكيه اذا كانت في مولاتنا، وان الثايرويد ما بتشوفش الابر مارشن بتاعتها لو كانت نزلت في الانتيريو ميديا ده المنظر بتاع الجويتر. طبعا في مصر في مناظر اكبر من كده بكتير، ان الجويتر ممكن يوصل لحد الامبولايتس، بيبقى هيوج فيري هيوج نازل ذا ثايرويد.
غالبا بيكون في الناس الكبار في السن، غالبا بيكون ستات، كل حاجه تيرويد عند الستات، مالتيبل نوديولز، والنوديولز ممكن يكون فيها سيستيك تشينجز، ممكن تكون سوليد، ممكن يكون في سيستيك هيموريج، وغالبا بيكون في فصائل او ماتريكس كالسيفيكيشن. في العصر الليلي زي واحده ست ماسكه الثيرويد كده يا فلان، ماسكه كده على على كمان في الشيست كله. يعني الحاجات دي لا بتنزل كده، هي طلعت في الرقبه وتنزل كده على طول على الانتير شيست، مش جوه الميجاستاين، تنزل تصرف بيه. يعني حاجه كده النودولار جوينتر بيؤدي الى انارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند نتيجه وجود مالتيبل نوديولز، اللي هي في النوديولز ديت انها ممكن تكون فانكشنال وممكن لا. يعني ده اللي بيوري لك لما تعمل ثايرويد سكان، النوديول ممكن تكون فيها ابتيك، يعني اكتف نوديول، وممكن ما فيهاش ابتيك، يعني كولد نوديول. ولما تاخد بايوبسي من كل النوديول تطلع بنايم، ما تطلعش مالجنم. معنى كده ان النوديولز في الجويتر ممكن تكون عاديه نون فانكشننج، وممكن تكون هايبر فانكشن. الجويتر مشهور قوي في الستات، ودوت الايج انسيدنس بتاعه من حوالي 40 الى 50 سنه، يوجوالي سنه من شويه. وبعض من النوديولز يحصل فيها سنترال بريك داون انتو سيستيك تشينج. عشان كده لما تلاقي سيست هنقول في الاخر الثايرويد سيست، ممكن يكون سيست عادي سيمبل سيست، ممكن يكون هايدتد سيست، ممكن يكون خراج، وممكن يكون ديجنريشن ان وان اوف ذا ثايرويد اوف ذا ثايرويد نوديولز. ده المنظر بتاع الثايرويد نوديول البناين في الالترا ساوند. الثايرويد نوديول البناين بتكون هايبر ايكوميك، يعني ما بتكونش زي السيست، بتكون ايكوجينيك، وبيكون حواليها زي يعني كبسول كده اوف ريلاتيف هايبو ايكوجينيست. ولو عملت للثايرويد نوديول البناين دوبلر هتلاقي عندها بريفرال فاسكولار. المالجنت نوديول بتكون هايبو اوكول، يعني بتكون اسودية عن بقية الثايرويد، وبتكون الفاسكولاريتي اللي فيها في النص، بتكون هايبر فاسكولار من النص. هما دول الحاجتين اللي بيفرقوا الاثنين من بعض. And this is the ultrasound of malignant nodule. malignant nodule بتكون مسودية شوية عن اللي حواليها، وتكون الفاسكولاريتي اللي فيها في النص، مش على الريتم. وممكن تلاقي جوه النوديول نقط ايكوجينيك كده اهوت، غالبا بتكون ديو تو كالسيفيكيشن. والكالسيفيكيشن اللي هي بيسموها مايكرو كالسيفيكيشن زيها زي البريست بالظبط، هايلي سجستيف اوف مالينس، بالذات في نوع مشهور قوي من الكارسينوما اللي هو المدغري كارسينوما زي ما بنقول بعد كده. And this is the normal appearance, أو مش normal يعني هتصير appearance بتاع المالتي نوديولار جوينت. لأنك تلاقي الثيرويد لوبس هما الاثنين كبار جدا، ممكن يكون سيمتريك أو اسيمتريك، فيهم هايبودنسيتيز اللي هي الديجنريشن بتاع النوديولز، فيها ماتريكس كالسيفيكيشن، وتبص على تحت إذا كانت نزلت في الميجاستاينم ولا لا. This is classic appearance كل يوم بنشوفه في النودولار جوينتر، enlargement of both thyroid lobes as well as the isthmus، وكلهم فيهم areas of cystic exchanges as well as matrix calcification. ممكن تعمل coronal resection يساعدك شوية انك تعرف اذا كان في retrosternal extension ولا لا، ولكن طبعا الretrosternal بتشاف كويس قوي في الاجزية. مثلا هنا في الكورونال ده الثيرويد لوب الشمال هيوج ونزل في الميجاستاينم، في حين ان اليمين يعني از سلايتلي انفورم. يجي بعد كده الثيرويد كانسر، والثيرويد كانسر فيه منه اربع انواع. واحد مشهور قوي اسمه بابيلاري
واحد اقل شهره اسمه فوليكيولر، واحد اقل شويه اسمه مدلري كارسينوما، واحد رير اسمه انابلاستيك كارسينوما. بغض النظر ما تعرفش ولا واحد منهم الا بالبايوبسي. خلاص؟ لكن في بعض الفيتشرز البسيطه اللي هي ممكن تدلك على واحد من دول، زي ان الانابلاستيك كارسينوما بتبقى كبيره جدا جدا. لما تلاقي لوب للثيرويد قد الحمار والتاني ما فيهوش حاجه خالص نورمال، بيبقى صعب قوي ان ده يكون جايتر. غالبا بيكون التورس بالترسمالينس. المدلري مشهور بالكالسيوم، ان التيومر نفسه بيكالسيفاي والميتاستاسيس بتاعته بتكالسيفاي. هما دولت الحاجتين اللي بيقول لك ان دوت ثيرويد كارسينوما، او انك انت تلاقي مانس في الثيرويد ومعاها ميتاستاتيك ليمف نودز، او ميتاستاتيك اي حاجه في اي حته ثانيه، فتعرف ان عامل ايه. هي دي الحاجات اللي بتقول، لكن غير كده مش هتلاقي حاجه تقول لك ان مين فيهم من الاثنين الكارسينوما. الدياجنوستيك فيتشرز ان يكون في لوكال انفيجن سرحت على اللارنس اللي جنبها، ان يكون في ليمف نود ميتاستاسيس، ان يكون في ديستنت ميتاستاسيس، ان يكون في سوليتري ليجن. سوليتري نوديول فيها احتمال انها تكون مالجنانت، لكن ما هياش بالفرق مالجنانت لان في احتمالات ثانيه. وبعدين نون دياجنوستيك كريتيريا، كان السايز يكون قبل الحمار ولا حاجه، كان يكون فيها ماتريكس كالسيفيكيشن، الكولويد جويتر او جويتر فيه كالسيوم، ان يكون فيها سيستيك تشينجز، الجويتر برضه فيه سيستيك تشينجز. البابيلاري كارسينوما اكتر واحد فيهم واحسن واحد في البروجنوز، حتى لو كان معاه ميتاستاتيك ليمفاجينوما. فيري اكسلنت بروجنوزس، اكتر من 90% 20 سنه سرفايفر ريت. ولو كان معاه ليمف نود ميتاستاسيس برضه البروجنوزس بيبقى ممتاز. وده هو يمثل حوالي 80% من الثيرويد كانسر. هتلاقي فيه ماس في واحد من الثيرويد لوبس عامله هيتروجينس انهانسمنت، قد يكون فيها كالسيوم قد لا يكون، لكنها في الاخر خالص ما تقدرش توصل الى التشخيص الا لما تاخد بايوبسي. فانت عندك هنا ماس ان ذا رايت ثيرويد لوب، وعندك ميتاستاتيك ليمف نود. The prognosis is not affected by nodal deposits. يعني هيفضل البروجنوزس بتاع البابيلاري كارسينوما كويس بالرغم من ان معاها نودال ميتاستاسيس. البابيلاري كارسينوما من الحاجات اللي بتعمل ميتاستاسيس في الجسم، وزمان علمونا ان البيلاري ميتاستاسيس دايما بتيجي من الثيرويد. لكن دلوقتي بقى كل اللي بنعرفه ده بيعمل ميلياري ميتاستاسيس البريست والميل، كل الكلام ده. فكان في زمان فيلم مشهور قوي في الامتحانات، تلاقي نوديولز كتير قوي في الشيست، وبعدين تلاقي التراكيه محذوفه على ناحيه. فانت بقى تستخدم الفكر والمنطق مش عارف ايه، اللي هو دلوقتي يمكن مش موجود، وتقول اصل ده ثيرويد لان الثيرويد هو الوحيد اللي بيزور التراكيه، وبما ان في نقط كتيره في اللنج ديفرنت ميتاستاسيس يبقى دي بابيلاري كارسينوما ومعاها ميلياري ميتاستاسيس في الشيست. ده كل دوت من الايه؟ في الشيست اكسريم. المهم جايز يكون الفيلم ده لسه موجود، جايز يكون لسه موجود. And this is a mass، والماس ده هي زي ما انت شايف كده infiltrated الحته اللي سبكتينيس، انفلتريتد اللارنكس، انفلتريتد الثيرويد. ينفع دوت يكون لارينجيال كانسر طلع لقدام ودخل عليه؟ ينفع، يجوز. ينفع يكون ثيرويد كارسينوما وانفيدد. دي مالجنم عرفت ازاي؟ من الانفيجن، انها سرحت كده سرحت كده سرحت. الجويتر ما بيعملش كده، يبقى ده كارسينوما. انهي واحده بقى من الكارسينوماز دولت لازم ناخد انها بايبس. البيت سكان ملوش دعوه خالص بالقضيه، كل الثيرويد هتعمل ابتي، يعني النوديول العاديه والنوديول الكولويد والكارسينوما كل دوت هيعمل ابتي ميتابوليك ابتي. على الست دهيت كانت عملت ليفت هيمي ثيرويدكتومي عشان كان في
كارسينوما اوف ذا ثايرويد. طلع لها في الرايت لوب سيست وجوه ماس. احنا قلنا ان لو الماس اكتر من نص السيست يبقى الماليجنس هنا حوالي 20%، لو اقل من نص السيست يبقى 5%، يبقى دوت طلع بابيلاري كارسينوما ثانيه في الرايت لوب اوف ذا ثايرويد. الفوليكيولار كارسينوما واحد من الكانسرز، لكن اقل شويه برضه ستات برضه فيفث ديكيد، يعني كان نوت ديسكريمينيت هذه الكارسينوما من اللي قبلها. ذير از ماس، والماس ده هي ما بتعملش، ما هيش كومن زي اللي قبلها، ما بتعملش نوتال ديبوزيتس، ما بتعملش ميتاستاتيك ديبوزيتس. الاثنين الاولانيين الحقيقه كويسين في الثايرويد، والسرفايفل ريت بتاعهم كويس قوي، البابيلاري والفوليكيولار. والاثنين الاخرانيين وحشين جدا في البروجنوزز بتاعهم. نفس الحكايه، there is a mass in the left thyroid lobe metabolically active، تنفع تكون benign، تنفع تكون malign. المدلري كارسينوما هي دي بتاعه الميتاستاسيس، يعني لان المدلري كارسينوما بتنشيت او بتستيميليت البرودكشن بتاع الكالسيتونين. الكالسيتونين بيعمل ديبوزيشن اوف كالسيوم في التيومر الاصلي وفي الميتاستاسيس بتاعه. وفي حاجه اسمها مالتيبل اندوكراين ديوبليزيا سيندروم، كذا كذا واحد من اللي هو المين، كذا واحد اللي يخص الثايرويد منه هو ده، هو الميدالري كارسينوما. يعني لما يكون في فلان وعلان وعلان وميدالري كارسينوما من الثايرويد، فهو جزء من المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا سيندروم. لما تعمل الترا ساوند زيه زي الباقيين هايبو اوكويك، ولو عملت دوبلر هتلاقي ان عنده سنترال فاسكيلاريتي. وبما ان هو بيكالسيفاي فغالبا هتلاقي نقط مبيضيه كده ايكوجينيك فيه، اللي هي بتاعه الايه؟ بتاعه الكالسيوم. الكالسيوم is seen in the primary tumor في الميتاستاتيك نودز وفي الميتاستاسيس افري وير. يعني مشهور قوي بالحكايه دي. Then you see a mass in the thyroid gland ونزلت in the upper part of the chest، والماس جواها كالسيوم. مش معنى ان جواها كالسيوم يعني معناها انها مدلل، لا، ممكن اي واحده من الثايرويد كانسر يكون فيها كالسيوم. لكن امتى تقول ان ديت المدلري كارسينوما؟ لما تلاقي الميتاستاسيس بتاعتها كالسيفايد. فمثلا هنا هو الميتاستاسيس في الليفر ار كالسيفايد، وكذلك الميتاستاتيك نودز ار كالسيفايد. اخر واحد فيهم اللي هو الانابلاستيك كارسينوما، دوت ذا موست اجريسيف اند ذا ريرست تايب. مشهور قوي، مشهور بالحجم الكبير، لكن ما فيش مانع ان يكون في انابلاستيك كارسينوما حجمها صغير. فبتلاقي دايما هي خدت لوب على بعضيه، عملت بيج ماس، والماس ده هي غالبا بيكون فيها سنتر هيموريج ونكروزس، يعني بتكون هيدروجينسلي انهانس. زيها زي اي ثايرويد ماس ثانيه بيحصل فيها كالسيفيكيشن. وبما ان دوت ان اجريسيف ليجن غالبا بيدخل على اللي جنبه. مين اللي جنبه؟ اللارنكس، غالبا بيدخل على اللارنكس. فبتلاقي دايما في الناس دول بتلاقي ماس كبيره جدا في لوب من الثايرويد، والتاني ملوش دعوه، اللوب التاني ابسوليوتلي نور. لكن في بعض النوبيور الوايتر مثلا زي اللي انت شفتهم تلاقي لوب كبير جدا والتاني كبير، بس ايه؟ صفيف قبل كده. لان if you see هنا هو التيومر دوت is invading the larynx، invading the skin، يعني مفيش subcutaneous fat والمصل ده هي بقت من ضمن التيومر وكده، دي علامات من علامات المالينسي. تاخد منها بايبسي عشان تعرف اذا كانت انهي نوع ولا لا. انا بلاستيك تايب مشهور، ولكن دوت مش قران كريم. كبير قوي اللوب وفي سنترال ارياز اوف نكروزز، واللوب الثاني ملوش دعوه بالموضوع، يعني اتس ابسوليوتلي نورمال. اما الليمفوما فبتعمل ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ثايرويد. 80% من الليمفوما زي ما انت عارف ليها علاقه بالاميونيتي وكده، وعشان كده الهاشيموتو وان اوف ذا بري ديسبوزنج ريسكس للليمفوما. الليمفوما تمثل حوالي 5% من الثايرويد
للثايرويد مالجنسي والليمفوما زيها زي اي حاجه ثانيه في الثايرويد كومن في الفيميلز. بعض الناس بتقول ان الليمفوما لما تحينها سبغه تلاقي جوه الماس خطوط مبيضيه بيضاء كده اللي هي انهانسنج سيبتيشنز بتوين ذا ليمفوماتس ماس. كل ده في الهواء. يعني الليمفوما تعمل ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند. قلنا لسه من شويه في اللارنكس لما تكون حاجه على الناحيتين بتفكر قوي في الايه؟ الليمفوما اكتر من الكارسينوما. لكن لما تكون يونيلاترال وفوكال وكده تفكر في الكارسينوما اكتر. فاحنا عندنا ثلاث حاجات بتعمل ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ثايرويد اللي هو الاوتو اميون ثايرويدايتس والجويتر والليمفوما. لو عملت للليمفوما بيت سكان زي اي حاجه ثانيه هتعمل ميتابوليك اكتيفيتي زيها زي اي حاجه ثانيه. And this is lymphoma of the thyroid diffuse enlargement bilateral. في الغالب في الليمفوما ما بيكونش طبعا في كالسيفيكيشن عشان تعرف تفرقها بين الوايتر. كان زمان قوي كان في حاجه اسمها جاليوم سكان بيتعمل في ثلاث ايام عشان تطلع النتيجه. خلاص كتر دلوقتي انت حط البروب داخل الابره تاخد سامبل في ثانيه وتحللها في يومين ما يجراش حاجه لحد لما تعرف البروبس. الميتاستاسيس للثايرويد زي اي حاجه ثانيه في الهيبندليك. بتعرف ازاي ان دي ميتاستاسيس؟ ان في برايمري بريجنسي. فالعيان ده هو عنده رينال سيل كارسينوما وعنده فيري بيج ماس هنا يبقى غالبا هذه الماس هي ميتاستاتيك تيومر من الرينال سيل كارسينوما. حد تاني عنده بنكرياتيك ادينو كارسينوما وعنده بيج سيستيك ماس ان ذا رايت ثايرويد لوب. الليفت ثايرويد لوب ما فيهوش مشكله. And this is metastasis. حد تالت عنده gastric tumor وعنده mass in the thyroid. مفيش gastric tumor يبقى ده هو كارسينوما في الجهاز وناخد منه بايوبسي. في gastric tumor يبقى غالبا دوت metastasis وناخد منه بايوبسي برضه. في الاخر خالص كل مشاكل الثايرويد بتتحل بالالتراساوند. يعني ممكن تركن السي تي والام ون على جنب ملوش لازمه. السونار زي ما انا قلت لك سريع جدا رخيص جدا ما فيهوش اشعه ما فيهوش ثغره ما فيهوش تحضير. بيروح للعيان في البيت وفي السرير عنده دوبلر عنده مميزات رهيبه جدا. فلو انت لقيت ديفيوز انلارجمنت واحد من ثلاثه يا اما نوديرود وايتر اشهر واحد على الاطلاق يا اما اوتوميون ثايرويدايتس يا اما ليمفوما. لو لقيت فوكل يا اما يكون سيست او سوليد. لو كان سيست هيبقى واحد من دول يا اما سيمبل سيست يا اما هيموراجيك سيست يا اما كولويد نوديول يا اما ايداتيد يا اما خراج يا اما برانكيال كليفت. انا بكلمك على البرانكيال كليفت المره الجايه ايه هم بالظبط. لو كان سوليد فانت في الاشهر حاجه في السوليد ان يكون ادينوكتس نوديول اللي هي هايبر بلاستيك نوديول يعني بناين او يكون كارسينوما او يكون ميتاستاسيس. كلمتين بقى على الباراثايرويد. ايه هي الباراثايرويد جلاند؟ هي الجلاند المختصه بالباراثرمون والميتابوليزم بتاعة الكالسيوم في الجسم. الباراثايرويد جلاند اللي انت عارفهم اربعه موجودين ورا الثايرويد. الاثنين اللي فوق في نص الثايرويد بالظبط والاثنين اللي تحت في اللور بول. لكن في ناس عندهم اقل من اربعه وفي ناس عندهم اكثر من اربعه برا ثايرويد جلاند. يعني ممكن يكون في 12 برا ثايرويد جلاند عند واحد وممكن يكون في ثلاثه مثلا عند واحد ثاني. البرا ثايرويد المقاسات بتاعتها بالملي 6 في 4 في 2 مللي هتقلل 2 وانت ماشي والوزن بتاعها بالمللي برضو 40 مللي جرام خلاص او 60 مللي جرام. الجلانس موجوده posterior to the thyroid 2 في نص الثايرويد و2 في اللور بول اوف ذا ثايرويد. من 3-6% من الناس عندهم اقل من 4. ضعف العدد ده من 6-12% من الناس عندهم اكتر من 4. الثايرويد
ده المكان الاصلي بتاعها، لكن ممكن تكون اكتوبك في حوالي 20%. اكتوبك يعني لفوق شويه او لتحت شويه عن المكان الطبيعي بتاعها، وده الاماكن اللي ممكن الباراثايرويد فيها تبقى اكتوبك من اول فوق خالص، من اول فوق عند الثايرويد كارتليج كده، او في الفارنكس او في الكاروتيد شيث، او ايفن ان الميديستاين. يعني البراط الباراثايرويد ممكن تبقى جوه الميديستاين، تكون هي اللي عامله الادينوما وعامله الهايبر باراثايرويد زي العيان ده كده. And this is ectopic parathyroid gland وديت نيوروفايبروما، مالكش دعوه بالنيوروفايبروما، عنده ينوت واحده. ايه اللي عرفك ان ديت اصلا اكتوبيك باراثايرويد جلاند؟ الهيستوري. عيان عنده هايبر باراثايرويديزم يبقى لازم عنده باراثايرويد ادينوم او باراثايرويد هايبر بليزيا زي ما نقول بعد شويه. فالدكتور زمان كان يقول لك بص الباراثايرويد انا افتح واشيل، هنا عارف مكانها والمعامل والهيستوري كله بيقسم بالله العظيم ان في ادينوما which is the most common cause of hyperparathyroidism، وانا عارف مكانها وانا افتح وشي. خلاص؟ دلوقتي ما بقاش كده. ما بقاش كده ليه؟ علشان حاجتين، الحاجة الأولانية إن الإيمجينج بقى كويس، يعني برضه الديتكتور وإم آر وعارفين تزرق وحاجات كده. والحاجة الثانية إن الإكتوبيك بقى كتير، يعني أنت ممكن ما تكونش في مكانها. تفتح وتخرب رقبة العيان، بالذات لو كان واحدة ست ورقبتها مهمة، وبعدين تقول له ابدا هنا شيخ ورا الطيارات لما نعمل بقى اشعه عشان نعرف المكان بتاعه، مفيش حاجه اسمها كده. طيب الباراثايرويد ادينوما از بناين تيومر اوف ذا بار اب. بص الباراثايرويد ما عندهاش الا اثنين، يا اما ادينوما يا اما كارسينوما. الادينوما كومن والكارسينوما اكستريملي رير، اكستريملي رير. خلاص مفيش في الليتريتشر ميتاستاسيس ولا ليمفوما، بس اكيد لو دعبست حبتين ثلاثه هيطلع فيه ميتاستاسيس في الباراثايرويد ويطلع فيه ليمفوما في الباراثايرويد. بس المعروفين لحد دلوقتي الادينوما والكارسينوما، والادينوما كومن والكارسينوما رير قوي. خلاص في بعض الاحيان بتعمل هايبر باراثايرويد نفس الوقت. ناس كتيره او بعض الناس كده اتفتحت على ان هي ثيرويد او اتفتحت على ان هي ادينوما وطلعت كارسينوما. طيب الصناع ابدع واحد في الموضوع، هو بيشوف كويس قوي الادينوما لو كانت موجوده، لان الفحص سهل وسريع وكده. حوالي 87% اوف ادينوماز ار سوليتري، يعني ما هياش مطبول ولا اكتظت وفي مكانها. ده المنظر بتاع الباراثايرويد ادينوما. الحدود بتاعه الباراثايرويد ادينوما ما بتتجاوزش ال 2 سم، ولو كبرت عن كده بيعتبروا ان دي حاجه يعني يعني اكتوب بتاع دوت اب نورمال او اتيبيكال. الهايبر باراثايرويدز دولت الاسباب بتاعه 85% الباراثايرويد ادينوما، 12% باراثايرويد هايبر بليز، 2% مالتيبل ادينوما، 0% او 1% يعني كارسينوما. الكارسينوما قليل قوي لما تبريزنت باي هايبر باراثايرويد. ده المنظر بتاع الادينوما. السايز الريجولار بتاعها في حدود ال 2 سم، يعني من 8 مللي لحد سم ونص، هو دوت اللي احنا بنشوفه انت كلينيكال براكتس. ايام زمان بيقول لك مفيش اشعه، مش عاوز اشعه، انا هفتح وشي. دلوقتي دولت الانديكيشنز بتاعت الايمج. نمره واحد الريكرنت كيس، واحد كان عنده باراثايرويد هايبر باراثايرويد وبعدين فتحنا وشلنا الباراثايرويد جاله تاني هايبر باراثايرويد اما رضيتش تكون، يبقى في واحده تاني غالبا فانت بتدور عليها. يونيلاترال سيرجيكال اكسبلوريشن، ايام زمان انت تفتح الرقبه في الشمال ما لقيتش الباراثايرويد فيها مشكله، تفتح الرقبه في اليمين عشان تجيب الباراثايرويد. فانت دلوقتي عاوز يبقى ايه؟ يونيلاترال اكسبلوريشن. اكتوبيك ادينوم يعني واحده في الميديستاينم واحده عند الكاروتيد شيت. اذر ليجنز يعني ممكن الناس اللي عندها هايبر باراثايرويدز، هوري لك مثال كده
يكون عندها بارا ثايرويد بي ويكون عندها ثايرويد بي، فانت بتديتكت الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت بتديكريز السيرجيكال كومبليكيشنز والاوبرتيف تايم. ده المنظر بتاع البارا ثايرويد ادينوم هايبو اوكوكريجن، عامل زي الفاصوليايا او الفاصوليا اللي من غير عين سودا. الحجم بتاعها في حدود 2 سنتي، لو كانت اقل من سنتي غالبا السونار مش هيعرف يشوفها، غالبا يعني مش هيعرف لو كانت اقل من سنتي. لو عملت لها دوبلر هتلاقي حواليها ارك لايك كده او هايبر باسيلاريتي. عندنا في الايمجينج في النيوكليير ميدسن اللي هو الباراثايرويد سكان، الباراثايرويد سكان بيتعمل عن طريق انك انت تحقن الايزوتوب دوت اللي هو التكنيشيوم او تكنيشيوم سيستمين. التكنيشيوم سيستمين ده هو بيتاخد بالثايرويد وبيتاخد بالباراثايرويد، فانت بتحقن دوت وتصور مرتين، مره بعد 15 دقيقه بعد ربع ساعه، ومره بعد ساعه او ساعه ونص. المره ده هي عشان الثايرويد والمره دي عشان الباراثايرويد، تطرح الصورتين من بعض تطلع الايه؟ تطلع الباراثايرويد ادنوم اللي هي زي دي كده. فمثلا ده الفحص، ادي السكان الاولاني وده السكان اللي بعد منه، وبعدين تطرح الاثنين من بعض تطلع ديت الاثنين. يعني ده ريزيديوال ابتيكال ده ثايرويد يقعد ساعه واثنين وثلاثه واربعه. لكن الباراثايرويد بتبقى ديليد ابتيك، فلما تشيل الثايرويد يطلع لك الايه؟ الباراثايرويد. في حاجة في السي تي اسمها 4D سي تي أو زي تراي فيز كده، بغض النظر عن الاسم، لكن هو arterial phase, venous phase, delayed phase. طيب الأول لو أنت لو كان في باراثايرويد أدينوم هتبقى سودا أو يعني هايبو دنس في المزاوية، intense enhancement in the arterial phase push out زي الايه؟ ال HCC. بتعمل ابتيك في الارتيريال فيز وتفضي بعد كده. فانت مثلا لو العيان عنده كلينيكال ايفيدنس اوف هايبر بارا ثايرويديزم هتعمل له الفحص دوت الاول من غير سبب، هتلاقي الثايرويد بيضا عشان الايودين كونتين، بعدين تعمل ارتيريال فيز هتلاقي في فستوك كده اهوت ورا الثايرويد جلاند، تعمل بورتال فيز او فينس فيز هتلاقيه بيفضي شويه من السم. دي طريقه. في طريقه احسن من كده شويه بالام ار، انك انت لما تعمل ام ار اي بالذات في الستير ايمجز او الفات سبريسد دي 2 ويتد ايمجز هتلاقي الباراثايرويد ادنوما مش عشان كده ومنور. بس عاوز اقول لك يعني معظم الام ار اللي احنا بنعمله ما يعرفش يطلع صوره، لان يعني عندنا مشاكل كتير جدا يعني لازم نعترف بالحكمه دي. احنا يا جماعه ما بنفحص العيانين بما يرضي الله. احنا ده يعني ايه معظم المشتغلين كده في المراكز الخاصه والمستشفيات الخاصه والعامه والمش يعني حاجه ملاش حاجه. نمرة واحد في أجهزة قديمة كتير يعني شبه منتهية لكن لسه شغالة لأنها بتجيب فلوس. نمرة اثنين الكويلز والمش عارف الإيه والبتاع. نمرة ثلاثة ما أنت ما بتتعبش نفسك مع العيان، قلت له مرة واثنين ما تتنفس ما تتحركش، فضل يتحرك وبتاع خلاص بنعمل الفحص. نمرة أربعة حل السبب، مفيش في مخيلت يعني مفيش حاجه صبغه من الارض هنا بقى حاجه فانجل ونعمل المهم. لو عملت البتاع دوت ستير ايمجز او فات سبريس تي 2 ويتد ايمجز في الام ار سيبك من الصبغه، من غير صبغه ولا حاجه وكان في باراثايرويد ادنوما هتبقى هايبر انتنس او مبيضيه كده في ظهر الايه؟ في ظهر الثايرويد. البيت سكان او السبكت
اللي هو اختصار سنجل فوتون ايميشن كومبيوتد توموجرافي، يعني زي الالستوم العادي بس سي تي سيشن، موجود في مصر وموجود في القصر العيني من 10 سنين، ولكن مش عليه طلب كتير، لان نمره واحد ما حدش عارفه قوي، نمره اثنين ما حدش يعني بليفنج قوي في الريزلتس بتاعته. بيقول لك بيطلع على طول على البيت سي تي تقريبا معظم النتائج متشابهه، مع ان الريزولوشن في البيت سي تي اعلى بكتير عشان الاناتومي. نفس الحكايه هتطلع البارا ثيرويد ادينوما فيها ارضي. لو البارا ثيرويد زادت عن 2 سم يبقى اي تيبيك. يعني مثلا العيان دوت عندها هايبر بارا ثيرويديزم، عملت الشيست اكس راي طلع عندها المشكله اللي انت شايفها. دايما دوت في عرف الواقع يعني ما ينفعش يكون بارا ثيرويد ادينوما لانه قد الحمار، لكن هي عندها هايبر بارا ثيرويديزم ولازم لها تفسير. فقال لك اذا دوت ممكن يكون ايه تيبيكال بارا ثيرويد ادينوما. ولما عملوا لها الابتيك وبتاع خدت نفس الحكايه وطلعت بالبايوبسي انها بارا ثيرويد ادينوما علشان الحمى. طيب هل البارا ثيرويد ادينوما ممكن يحصل فيها سنترال بريك داون وتتحول الى سيستيك؟ اي نعم. وتفضل لسه فانكشنال؟ اي نعم. ولو عملت لها بيت سكان ولا عفريت سكان مش هيحصل فيها ابتيك، لانها دلوقتي الفلود اللي جوه دوت از نوت ميتابوليكلي اكتف. تيجي بقى للبارا ثيرويد كانسر. البارا ثيرويد كانسر از اكستريملي رير، نص في المليون. هما كاتبين كده ان في نص في المليون، يعني لما تيجي تدور عليه على الانترنت تلاقي حاله بمنتهى الصعوبه، لكن لو انت دورت على الانترنت هتلاقي حالات كتيره بارا ثيرويد كارسينوما، على اساس ان هم كانوا فاكرين من الاول ان ديت ادينوما وبعدين طلعت كارسينوما. المهم البارا ثيرويد كارسينوما ممكن تطلع بارا ثيرويد هرمون وتعمل هايبر بارا ثيرويديزم في 1% من البشر. بتعرف ازاي ان ديت كارسينوما من المعامل؟ فيري هاي ليفل اوف كالسيوم، فيري هاي ليفل اوف بارا ثيرويد هرمون. الاثنين دول بيكونوا عاليين قوي، اعلى من الطبيعي اللي هو بتاع الادينوما العادي. البارا ثيرويد كانسر از كلينيكال دايجنوز، يعني بتعرفوا من دول ان الليفل بتاع الكالسيوم بيبقى عالي وان الليفل بتاع البارا ثيرويد هرمون بيبقى عالي. بس انت من غير كلينيكال بتاع ايت ماس كده، مين اللي قال لك ان دي بارا ثيرويد اصلا؟ ما حد. مش دي ممكن تكون ثيرويد؟ طبعا ثيرويد ممكن تكون كارسينوم، تمد الابره كده وتاخد بايوبسي ده يكونفيرم ذا دايجنوز. بارا ثيرويد كانسر از رير، اللوكال ريكرنس حوالي 30%، ديستنت ميتاستاسيس حوالي 30%. العلاج الوحيد هو الجراحه ويتبعه الراديشن والفولو اب مستمر على طول بسبب الريكرنس ريت العالي جدا. السجستيف كرايتيريا ان يكون في نيك ماس، ان يكون مع فوكال كورد باراليسيس، ان يكون مع هايبر كالسيميا بعنف وبارا ثيرويد هرمون عالي جدا. دوت بارا ثيرويد كارسينوما اللي انت شايفها دي ثيرويد جلاند الطبيعيه، وده الناحيه الثانيه تقريبا مش لازقه في الليجن دوت، يعني في احتمال يكون بارا ثيرويد طلع عيان عنده هايبر بارا ثيرويديزم، لما جم يشيلوا ديت لقوها بارا ثيرويد كارسينوما. العيان دوت عنده ماس كده ونزلت في الشيست، اعتقدوا ان ديت ريتروستيرنال بويد، جم يشيلوها طلعت بارا ثيرويد كارسينوما. يعني في الحالات اللي زي كده ما تقدرش تتوقع ان دي بارا ثيرويد كانسر، لانه هو قصاد الوايتر قليل جدا جدا. فلما حصل كده طلعت انها الاستيباثولوجي طلع ان هو بارا ثيرويد كارسينوما. نزاف وبالله انت